بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. النهاردة هنقضي سهرة مع شمشون. شمشون عالم الحيوان، هو الديناصور، 17 متر طول و90 طن وزن، جبل متحرك، قبيلة من العماليق الجبابرة ظهرت على الأرض من 225 مليون سنة، وسادت البر والبحر والجو، وحكمت عالم الأحياء لمدة 150 مليون سنة. زاحفات مرعبة أشبه بالمصفحات الحربية الخرافية ملأت الجو بزائرها الراعد، وبعدين زحف عليها الجليد وبدأ يطمرها الجليد، وبدأت تموت واحدة ورا التانية لغاية ما فنت وانقرضت تماما، وتركت جيل من الأحفاد المهازيل، السحالف والحرابي والتعابين والسعالي، التماسيح اللي بنشوفها دلوقتي، وحشرات لا عد لها من كل الأنواع. إزاي ظهرت وإزاي انقرضت، وإزاي كائنات بالعظمة والجبروت والعملاقة بالشكل ده تنقرض؟ عمارات ماشية على الأرض، جبال بتتحرك، تنقرض وتفنى ويعيش المهازيل المساخيط. إزاي البرغوت انتصر على الفيل، وإزاي البعوضة والجرادة انتصروا على كائنات زي الأهرامات؟ إزاي؟ وهل انقرضت فعلا؟ العلماء عمالين ينبشوا كل حتة في الأرض، كل صحرة، كل كهف، كل جبل، كل صخرة، عندهم خوف مبهم ان جايز في كهف كده من الكهوف يكتشفوا هذه القبيلة لسه عايشة ومستنية الوعد لما يتشق الجبل ويتفتح وتهجم تاني علينا بأعداد وآلاف مؤلفة. مش جايز دي تكون هي يأجوج ومأجوج المنتظرين في مكان ما، محدش عارف. وحتى علماء الغرب، كتاب العلم منهم بالذات والروايات العلمية، دايما يعملوا روايات خرافية عن انهم بيضة مش عارف كانت في جبل ايه، وجه الاشعاع الذري عمل لها تنشيط وفقست وطلع منها الديناصور، ويألفوا روايات بالشكل ده. وما شفنا في السينما فعلا العلمية نماذج غريبة من هذه الكوابيس، محدش عارف. جايز يعني احنا نعرف ان في حاجة اسمها البيات الشتوي، وممكن البيات الشتوي يطول، واحنا ده لقوا حبات قمح في معابد قديمة فرعونية وزرعوها فطلعت. تصور يعني جنين القمح عاش 4000 سنة، جنين قمح جوه حباية عاش 4000 سنة، يعني إمكانية إن يبقى فيه الحيوانات دي في حالة بيات شتوي. وسبحان الخالق، جايز تبقى ربنا يحفظ لها الحياة للمدة دي وتاني ترد لها الحياة تاني، محدش عارف. فده احتمال، لكن على أي حال محدش لقى منها دلوقتي حاجات أي أثر إلا عظام وهياكل ورميم. طيب لو كانت الكائنات اللي وصلت لهذه الدرجة من العملاقة والقوة انقرضت، والحشرات والبعوض والبراغيث عاشت، طب يبقى ايه مقومات البقاء ومقومات البقاء؟ ايه مقومات البقاء وايه مقومات الفناء؟ سؤال مهم جدا، لان ده سؤال يهمنا، احنا عاوزين نعرف ايه مستقبلنا احنا كمان، اذا كان الجبارين ده مصيرهم والهلافيت والبراغيت عاشوا، طب احنا بقى مصيرنا ايه؟ ايه مقومات البقاء وايه مقومات الفناء؟ كتاب التاريخ كتاب حكمة، والبحث في الماضي هو ايضا بحث في المستقبل. ربنا بيقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ده أمر من ربنا إن احنا نتجول
ونبحث ونشوف ونستنبط ونستنتج عشان نوصل للإجابة على سؤال مهم جدا: كيف بدأ الخلق؟ ليه؟ لأن التاريخ هو الإرادة الإلهية والحكمة الإلهية مكتوبة بالشفرة على الصخور وفي المعابد وعلى البرديات. طيب دلوقتي إذا كانت فعلا الحشرات قدرت تعدي من العصر الجليدي وأثبتت إن هي أطول الكائنات عمرا، لدرجة إنهم بيتريقوا في الكتب البيولوجية يقولوا لك إن الدناصير العملاقة رغم قوتها كانت مجرد صفحة في كتابة الحشرات العظيم، الكائنات اللي هي الدناصير الفظيعة دي كانت مجرد صفحة في كتاب الحشرات العظيم. فإذن إيه المؤهلات اللي كانت موجودة عند الحشرات اللي خلتها تعبر جميع أزمات التاريخ وتوصل عمرا إلى حوالي 500 مليون سنة؟ دلوقتي الإنسان بحاله عمره 1,000,000 سنة، وفي بعض الناس بيقولوا إنه هو مش هيكمل 1,000,000 التاني وإنه هو ماشي إلى فنائه. طيب ده الإنسان، طب الحشرات تعيش 500 مليون سنة تتحدى جميع الأزمات إزاي؟ نفكر شوية في الواقع. الحشرات دي الواحد ما يصحش يستهين به، لأنها تسلحت بأسلحة غريبة جدا. أولا النملة الواحدة اللي هي الملكة بتبيض 250,000 بيضة، يعني عدد سكان أمريكا في موسم واحد. الدودة بتبيض 1,000,000، الدودة بتبيض 1,000,000. هي طبعا عشان تبقى قد سكان أمريكا، سكان أمريكا حوالي 250 مليون، لا يبقى لازم نحتاج إلى نضرب في 1,000,000، يعني 1,000,000 نملة يدون هذا العدد من شعب أمريكا. الدودة الأسكارس لوحدها بتبيض 1,000,000 في تنزل مع فضلات الإنسان. مجرد أن حشرة ترمي باستمرار هذا العدد الهائل من النسل، ده سلاح. ليه؟ لأن يعني 250,000 دول حيواجهوا ظروف سيئة مهما بلغت السوق، يعني يموت منهم 200,000، 245,000، 249,000، 249,900، برضو تفضل 100، يبقى الحشرة بقت 100. فسلاح التكاثر الفظيع. وبعدين سلاح تاني في الحشرات التنوع، تنوع حتى في أنواع الأكل وأنواع البيئات في الحشرة الواحدة. يعني بص، الحشرة الواحدة تبتدي تاريخها بيضة وبعدين يرقة وبعدين شرنقة وبعدين فراش، وكل واحد من دول يأكل أكل شكل. يعني الدودة تعيش مثلا تأكل قاذورات، تعيش في الزبالة، الشرنقة تصوم، الفراش يأكل رحيق ظهر في الغيطان أو يلدغ ويشرب دم بني آدم. تنوع في الغذاء غريب جدا، ده في الحشرة الواحدة. لما ناخد الجغرافيا الحشرية كلها، الخريطة الحشرية كلها، نلاقي فيها تنوع غريب جدا. نلاقي ان ما فيش حاجة الا وتصلح طعام للحشرات، لدرجة ان بعض الحشرات ممكن تعيش على توابيت الموتى وعلى الجثث، حشرات ممكن تعيش على املاح الرصاص في البطاريات، حشرات ممكن تعيش في اعماق المياه الكبريتية اللي بتغلي، حشرات ممكن تعيش في صعيق صقيع القطبين. للدرجة دي يعني منتهى البرد، منتهى الحر، الأكل اللي ما يتاكلش والسام يأكلوه، الزبالة يعيشوا عليها. شيء غريب، يعني يكاد يكون كل شيء قابل للأكل، ابتداء ممكن يأكلوا كتاب، ممكن يأكلوا دولاب، ممكن يأكلوا الأرض، ممكن يأكلوا الطين، شيء ما فيش حاجة ما تتاكلش عندهم أبدا. فدي برضو سلاح، لأن كوني إن أنا ما أقدرش أكل إلا مايونيز ومهلبية ومش عارف ستيك وبتاع وريشة مشوية وبتاع، طب لما لقيتش الحاجات دي أعمل إيه؟ أتوفى بقى. إنما الحشرات كونها تأكل كل حاجة ابتداء من أقذر شيء لأعظم شيء لشيء بيغلي لشيء متلج لشيء بيحب شيء مش معقول، دي تديها فرصة إنها تعيش في جميع البيئات. ثم كمان صغر الحجم، الحجم صغير. يعني طبعا لما يجي العصر الجليدي وبعدين الحيوان شمشون العملاق الهائل ده اللي هو 17 متر طولا و 90 طن، عاوز يتدفى. طب بيتدفى ازاي؟ هيستخبى فين؟ العمارة دي هتستخبى فين؟ الجبل اللي بيتحرك ده هيروح فين؟ انما الحشرة شقة تروح داخلة فيه تتصرف كده وتبات لغاية ما تعدي الأزمة. فصغر الحجم يساعد،
ينزلوا تحت البساط تحت الحصيره تلاقيهم في 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 هدومك في المرتبه في اي حاجه. دي بتساعد صغر الحجم وكثره النسل. ثم الحيله يعني غريبه جدا في الحشرات التحايل. تبص تلاقي حشرات تتلون وتحاكي البيئه. تبص على الورق كده تلاقي حاجه زي ورقه وبعدين تكتشف انها حشره لونها اخضر بالظبط زي لون الورقه الخضراء. ده تحايل. تيجي حشره تمسكها تعمل ميت تبص لها تتكون كده وتبقى زي الحصو. تيجي الحشره في مرحله من مراحل نموها وتشرنق وتحوط نفسها بمش عارف تابوت كده وما خلاص. ما هو ده برضه اختفاء، ما دخل في شقه وبقت حاجه ما فيش. برضه ده يعني تحايل. في حشره حمايه لنفسها في بطنها ثلاث غدد يفرزوا سوائل معينه، ساعه الخطر الثلاث سوائل يتفاعلوا ويطلعوا غاز سام. حاجه غريبه. حشره قاذفات القنابل. كل اصناف الدفاع والهجوم والتحايل والتماكر تلاقيها في عالم الحشرات. ثم الحشرات الاجتماعية تعيش ألوف مؤلفة في بيوت زي خلايا النحل ولا خلايا النمل، ونظام دقيق وطاعة ما فيش بعد كده. ده سلاح، السلاح الاجتماعي. وتمسك كل حشر من دول تلاقيها مثال في الدأب والمسابرة والطاعة والتضحية. يعني دي حنفرد لها حلقة مخصوصة، لأن فعلا الحياة الاجتماعية للحشرات زي النمل أو النحل يعني فعلا شيء غريب ومذهل. فده سلاح الانضباط، سلاح الانضباط والتعاون والتراص والتضحية. يعني ملامح خلقية تلاقيها في الحشرات. فإذا كنا إحنا بحثنا في خريطة العالم الحيواني ولقينا يا ده انقرض وده فنى وده مات، وفضلت الحشرات وعاشت بدل مليون سنة بقى 500 مليون سنة بينما العملاق اللي طول العمارة اتهد وانتهى، يبقى كان في سبب. يبقى الحكاية ما هياش عشوائية كده، لا ده لما تتأمل تلاقي فيه أسباب. ولما البرغوث غلب الفيل كان في سبب، ولما الجراد والبعوض غلبوا كائنات زي الأهرامات كان فيه سبب. تعالوا معانا نتعرف بقى على عيلة شمشون ونشوف اللي قدر يعيش واللي ما قدرش، ونشوف المعركة زي ما حصلت. هياكل فظيعة حتى أسميها مرعبة. أباتوسور، ميزوسور، برونتوسور، تيرانوسورس أريكس، تيرودكتايلس، براخيوسور، أباتوسور. أسامي العلمية، أسامي لاتيني، هي نفس الأسامي نفسها مرعبة. الهياكل دي تركبت، كل هيكل خد له 10 سنين يتركب على بال ما لموه عظمة 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 عظمة. ومؤتمرات علمية هنشوف دلوقتي ازاي عملوا هذه الهياكل وجمعوها فعلا من العظام الواقعية. هنحاول نتصور هذا العالم اللي غزا البحر والبر والجو لمجرد ريشة رسام بتحاول تتخيل. ده ستافي سورس واخطرهم بقى الزعيم الكبير، هو ده تيرانوسورس ريكس. تيرانو يعني الطاغية. طبعا ده هجم البرد زي ما حكينا والجليد، وابتدوا يتجمدوا من الصقيع واحد ورا الثاني، وابتدت القبيلة الجبارة العملاقة تفنى وتنقرض. وعاش جيل من المهازيل والمساخيط اللي بنشوفها حوالينا دلوقتي، التمساح السحالي والبراس والحرابي. ترس اهي من قبيلة السلحفاة. بورس، بقية هلفيتي جدا من الأجداد العظام. تعبان برضو ده أحد الأحفاد.
بنكبرهم كده بالكاميرا بس، يعني فين دول بقى من الجد العظيم؟ شوفوا قد ايه، شوفوا قد ايه، 17 متر طول، 90 طن وزن، جبل متحرك كل صابع فيه قد بني آدم. ده البيضة بتاعته، هنشوف ونتخيل فيلم عن فأس هذه البيضة وخروج تيرانوسورس ريكس الشهير والزعيم العظيم، ثم معركة بينه وبين دستافيسورس. شيء خرافي، وباقت الهياكل تحكي القصة. هياكل دي جابوها عظمة عظمة وركبوها بجهد علمي خارق. في الواقع أي أثر من آثار الدناصير يعتبر يعني أثر علمي خطير، ومجرد انه مثلا يعلنوا انهم لقوا عظمه مثلا للتيرانوسورس، يوه بعثات تروح ومعاها الادوات العلميه، وبعدين شو بقى بيقعد يحفر بـ 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 يعني حذر شديد، خايف على العظمه. وبعدين عندهم اساليب علميه، يعني بيعملوا لها كسوه جبس وقالب جبس حواليها عشان يحفظها، وبعدين يرجعوا يشيلوا الجبس ويقعدوا يدمقوا وينظفوها من الصخر بعنايه شديده، يقعدوا شهور بالشكل ده عشان يطلعوا حتة العظمة سليم، لأنها في الواقع حتة العظمة دي ثروة، مش يعني حكاية حتة عظمة، لا دي ثروة ضخمة جدا، ماديا ثروة، علميا ثروة. هنا عاملين لها الجاكيت الجبس اهو، وبعدين ايه يحوطوها برضو عشان ايه عشان ما تتلفش في النقل، ما تتكسرش، ما كل فتفوتة مليون جنيه. تاريخ كائن عمره 225 مليون سنة. بعدين يبتلوا بقى ايه، هيشيلوا القالب الجبس والكسوة الجبس، حتة حتة بعناية شديدة جدا وحذر، وبعدين هيبتدوا بقى ينظفوا ويفحروا عليها ويدمقوا دقة صغيرة بدقة صغيرة، أكنه منجم ذهب، أكنه منجم ذهب. أخيرا العظمة طلعت ايه، بيجيبوا العظمة والعظمة ويركبوهم على بعض بأسياخ من الصلب من جوه عشان يعملوا الهيكل. شوفوا بقى عظمة واحدة خدت قد ايه، كام شهر عشان تطلع نظيف. كل الهيكل بقى بالشكل ده، عظمة عظمة، وبعدين يبتدي التركيب زي ما انتوا شايفين بيركبوا دلوقتي العمود الفقري، بيحتاجوا لسقالة، بيعملوا سقالة علشان يركبوا العظم على بعضه، لان زي ما قلنا ده مش ده عماره، مش حيوان، ده عماره. فبيعملوا سقاله وونش ينقل العظم، ويطلعوا يستلموا حته. ده في متحف في هيوستن قعدوا 6 سنين عشان يركبوا الهيكل، وبيركبوا الماضي في الصور، نفس المحاوله انهم يتخيلوا ويركبوا هذا الماضي برضه بالصور. شيء غريب. آدي التيرانوسورس العظيم، تيرانو يعني الطاغية، من التيراني طغيان. دي بقى وحوش الخرافة زي ما تخيلها الأدباء في قصص زمان، والإلياذة والأوديسة والفليلة والليلة والسندباد،
قصص السندباد، الحيوانات الخرافية اللي حاول الأدباء بخيالهم بيحكوا عنها، ده حارس جهنم في الخرافة الإغريقية، ده التنين، وقرينا في السندباد عن الرخ. فين دول من الكائنات اللي فعلا عاشت على الواقع؟ أهو هنا فعلا الواقع غلب خيال الأديب. هذا العالم الواقعي كان أبشع وأفظع وأكثر عملاقة من أي عالم تخيله أديب. ده كائن عجيب، أو ترايسيروتوبس اسمه، كائن غريب له قرنين ممكن يخرقوا جبل، وله ديل مسلح بالخناجر. ده تاني ديناصور تاني اسمه ستافيسوروس. شوف الدرع اللي فوق، الدرع اللي فوق ظهره صفائح من العظم، برضه له ديل مسلح بالخناجر. شيء غريب يعني، ده كائنات وبعدين المدهش حقيقة إن هذا الكائن اللي طوله 17 متر ووزنه 90 طن، مخه قد علبة الكبريت. شوف الدماغ صغير ازاي، مخه بندقة، حاجة غريبة. شوفوا رجل البراخيوسور، شوف صباعه قد ايه، قد الطفلة اللي بتتفرج عليه بالظبط. هما جنبه جنبه يبقوا زي حكاية رواية عقلة الصباع. ده بتيلو داكتايلس، المسافة ما بين جناحيه 15 متر، يعني طائرة شراعية. ده كان من الزاحفات الطائرة، اسمه بتيلو داكتايلس. أسامي عجيبة كده، مخيفة زي أصحابها بالظبط. دي حفريات للبتيلو داكتايلس، لقوها في الصخور. الحفريات دي كلها ده تخيل رسامين لقبيلة البتيرودكتايلس أو الزاحفات الطائرة. وبعدين جه العصر الجليدي فطمر كل هذه الكائنات العملاقة، وأتى على هذه القبيلة الجبارة واحد ورا التاني. ما فضلش منهم إلا عظام وهياكل نخرة، في كتاب الصخور. ازاي انقرضوا؟ ازاي انقرضوا معاش جيل المهازيل المساخيط؟ ايه اللي حصل؟ ازاي قبيلة بتموت وقبيلة تعيش؟ لغز اسمه التكيف. هنشوف دلوقتي أنواع من الحياة استطاعت إنها تتكيف على حر مطلق. دي صحراء في موجاف، درجة الحرارة توصل في الظهر 70 درجة مئوية، وبالليل ناقص 50 تحت الصفر، شيء فظيع. المطر ينزل كل 10 سنين، جفاف بشع. طب هل ممكن إن حياة تتكيف وتعيش في الفظاعة دي؟ رحنا في رحلة بحث، من حسن الحظ بعد رخة مطر في هذه الصحراء، فنشوف شيء غريب. ضفدعة، يا طب ده الضفدعة ده كائن بر مائي. ضفدعة عايشة هنا ازاي؟ 70 درجة مئوية الظهر، 50 تحت الصفر بالليل، مطر كل 10 سنين.
طب ودي عايش ازاي دي؟ نشوف الضفدعة الغريبة دي. شوف رجلها غريبة أوي، رجلها مجراف، أحد صوابعها تحور على شكل مجراف. طب ودي هتعمل بإيه الضفدعة دي؟ الضفدعة المجرافية بيسموها، وأنا لازم لها سر المجراف ده. بنستنى لغاية ما يبتدي الأرض تشرب المطر ويبتدي الجفاف يرجع، وبعدين الأرض تبتدي تشقق، هنشوف الضفدعة دي هتعمل ايه؟ إن شاء الله المطر الجاي كمان 10 سنين، طب ودي هتعمل ايه؟ هتعيش ازاي؟ نشوف دي هتعمل ايه؟ الله، دي بتفحر برجليها زي حكاية الفقير الهندي اللي بيفحر مدفنه، بتفحر عشان كده رجلها متحورة على شكل مجراف عشان تفحر. بتفحر تمام زي الفقير الهندي اللي بيفحت مدفنه وحيبات فيه. الله، طب وازاي دي؟ طب هتعيش 10 سنين مدفونه ازاي؟ طب ورايحه فين؟ دي نازله فين؟ دي عماله دي شغلانه غريبه صحيح. في الواقع ده اول مشهد من نوعه صورته الكاميرا. احنا ورانا ايه؟ هنتفرج نشوف هي رايحة فين. بتفحر كل شوية، تنزل تغوص، بتغوص، شيء غريب، ولا واخدة معاها أكل ولا شرب ولا زوادة ولا خزين. هتعمل ايه بالظبط؟ تتجهز للموت مثلا؟ كده على طول تجرف الارض من تحت رجليها وتنزل، تجرف وتغطس، تجرف وتغطس. شيء غريب. طب وبعدين هتشرب منين مثلا؟ هتاكل منين؟ طب هتتنفس ازاي؟ بتغمض عينيها من التراب. شيء غريب. الحر على السطح زي ما قلنا بيوصل لـ70 درجة مئوية وجفاف فظيع. طيب نعمل تجربة بقى عشان نشوف رايحة فين. هنربط رجلها بخيط أحمر، خيط طويل عشان تغوص زي ما هي عايزة، بس يبقى احنا عارفين ومعانا طرف الخيط، وفي نفس الوقت نعلم بعلامة على المكان اللي هتحفر فيه. دي هيكل ضفدعة عادية، وده اللي على اليمين هيكل ضفدعة مجرفية. واضح ان الفرق كبير، لان عظم الساقين وعظم الحوض سميك في الضفدعة المجرفية، والفقرات سميكة. دي تجهيز، مجهزة لعملية الحفر. ده تكيف حتى في الهيكل، مش بس الرجل لها مجراف، الهيكل العظمي كمان معد لهذه الوظيفة. هيكل غليظ قوي، رجلين زي الحديد، فقرات قوية جدا وقصيرة، ولا الضلوع قصيرة كمان، لأن لو كانت الضلوع بطول الضفدعة التانية ما كانتش قدرت تعمل عملية الزنقة نفسها جوه الصخر وعمالة تفحر وتنزل. يبقى لازم الصدر ضيق، وفعلا هي عاوزة صدر كبير. ليه؟ ما هي دي ده هتتنفس كل سنة ملي مثلا. خلاص، هو دلوقتي علم، هو عاوز يعلم بالظبط، علم بالعلامة، وبعدين استنى. ده بعد 3 أشهر، بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر من الدفن. دلوقتي مسك الخيط وراح لغاية العلامة وبيفحل. 6 أشهر طبعا، دي لازم، دي شبعت موت بقى.
ست اشهر مدفونه جوه ومش لاقيها، او عمال يفحت اهو بيدور عليها. بعد ست اشهر من الدفن، هنا شويه التربه مختلفه شويه، زي ما يكون مدخل كهف او حاجه. تحت سطح الارض بستين سنتيمتر، عامله لها مدفن مش عشان بيبتدي يعمل بصباعه كده عشان يطلع ال اه لا حاجه كده طريه يعني. الله، دي صحيه، دي ما ماتتش، ست اشهر لا اكل ولا شرب ومدفونه تحت على عمق الارض. طب ازاي جميع العمليات الحيويه بتاعتها شبه توقف، تنفس بطيء جدا، نبض بسيط، لازم يعني فعلا حصل هبوط فظيع في جميع العمليات الحيويه، لان ده مستحيل، هتعوز اكسجين تجيبه منين؟ نوع من البيات الصيفي بقى، مش البيات الشتوي. هنا انواع الزنبق اللي في الصحاري برضه بلها تتحايل، وعن طريق الجذور البعيده بتوصل لنقطه ميه. انا اختبر عينات من التربه الصحراويه دي بعد غياب المطر لعده سنوات، واضح ان التربه يعني فعلا بقالها سنين ما شربتش ولا شبعت، فهناخد شويه من الرمل ده ونشوف ايه اخباره، ونحط عليه شويه ميه من الزمزميه. كده بناخد شويه رمل كيفما اتفق، من غير يعني نقاوه ولا حاجه، اي حبه رمل. ونحط عليه ميه من الزمزميه. بعد 48 ساعه نبتدي نفحص بالميكروسكوب. الله، ده بنلاقي فيه حاجات اهي، ايه دي؟ دي رقات، ده حياه موجوده. الله، ده اذا كان فيه بيض وفأس. طب والبيض ده موجود في الرمل في درجه حراره 70 فوق الصفر، في رمل ما فيهوش ميه وغابت عنه الامطار لمده 10 سنين. طب ازاي الحياه محتفظه بنفسها جوه البيض ده؟ تكيف. نرجع نقول برضو التكيف، ان في كائنات الحياه فيها لبدت في البيضه، لبده وعايشه في الجحيم، وتيجي سوافي الرياح تسفي الرمال زي ما احنا شايفين وتنقلها المكان، يمكن في واحه ولا في مطر، وتدب فيها الحياه تاني. طب نروح للبرد بقى ونشوف بقى الجماعه اللي عايشين في البرد المطلق عملوا ايه. السنجاب عمل ايه في البرد الفظيع؟ بيتكيف ازاي؟ السنجاب عمل زي الضفدع، بيجي في البرد ويعمل له بيات شتوي ويتكوم على بعضه زي ما احنا شايفين، لا ياكل ولا يشرب، وجميع العمليات الحيوية في جسمه تهبط وتكاد تتوقف، حاجة يبقى يدوبك كده، نبض بطيء. كائنات تانية الوعول دي فكرت في أسلوب تاني في محاربة البرد، إن هي تاخد بعضها وتهج، فدول بيحاربوا المشكلة بالهجرة، يهاجروا بألوف إلى الأماكن الدافئة. الحيوانات اللي قررت المرابطة في البرد يبقى لازم تتكيف على البرد بأسلوب آخر، بالبلط والفرو اللي لابساه ده، بالبلاط الفراء الجميلة، الفرو الأبيض والفرير الأسود، تكيف أسلوب آخر من التكيف. وفي البحار الباردة بنجد الكائنات تبعت طريق تاني من التكيف، بلاطي دهنية، لابسين بلاطي دهن ثم أجسام انسيابية مناسبة جدا لوظيفة العوم. الجمجمة نفسها لما الواحد يشرحها، آكلات الحشائش وآكلات اللحوم، يجد ان في تكيف برضه في الجماجم،
يعني مثلا لما ناخد جمجمة آكل حشائش فنلاقي فيه تكيف مع الوظيفة، يعني دي جمجمة آكل حشائش بنلاقي ما فيش أنياب، إنما في مساحة مسطحة في الأول كده زي الطاحونة كده بتطحن زي الرحايا، الاتنين مسطحين فوق وتحت يطحنوا والأضراس كمان تطحن، إنما ما فيش أنياب، ده تكيف لنوع الأكل. لأن مش مطلوب إلا طحونة، إنما هنا بقى حيوان قارض يبقى يعوز سنان وتكيف مختلف في الجمجمة، فده اتعمل له سنان زي الأزميل، أسنانه زي الأزميل بالظبط، فهنا تكيف مع الوظيفة. ده بقى مفترس أكل لحوم فتلاقي أسنانه قواطع أنياب بقى هائلة، وبعدين تخش في بعضها خلف خلاف كده زي ال تبقى زي شفرات مقص، شوف بتخش ازاي، تلبس كده عاشق ومعشوق عشان تمزق اللحم، برضو ده تكيف. دي طائر كاسر رهيب، فبرضو تكيف لوظيفته. البصر الحاد والمنقار الخطافي والمخالب الحديدية، شوفوا العين، شوف المنقار، شوف عين شكلها ايه، والبومة اللي بتشوف بالليل يبقى لازم عينها تبقى مزودة بكفايات عالية جدا، وفعلا عين البومة كمان لها جفن إضافي، يعني الجفن الأزرق ده جفن إضافي، وبصرها حاد جدا وتشوف بالليل، ولها ريش حريري، شوف المخالب حديد خناجر مش مخالب، شوف ولاد البومة بينفشوا ازاي، يستعملوا الريش ده للتخويف، يجي حد يقرب لهم يخوفوه، شوف بتعمل ايه يا أم، يعني هاجي شيء مرعب يعني. وده الطيور الصيادة متكيفة مع وظيفتها برضو، المنقار الخنجري والأرجل الغشائية، أو منقار زي المعلقة تغرف بيه الطحالب، تكيف. البيض تبص تلاقي البيض منقر كده لونه لون الحصى بالظبط عشان ما يبانش، شوف البيضة هيطلع منها الكتكوت برضو الفرخ الصغير منقط كمان عشان ما يبانش من البيئة، نوع من الاستخفاء، استخفاء ومحاكاة وتمويه، فيطلع ما حدش يشوفه، ده برضو تكيف، طالع منقط ازاي، شوف طالع منقط مش باين، تبص له كده ما تاخدش بالك، ده نوع من الدفاع برضه. البيض لو تشوفه في وسط شوية زلط ما تميزوش، شوف البيض جوه الزلط أكنه حتة زلط، شوفوا هنا الطائر في وسط التلج أبيض بلون التلج ما تقدرش تشوفه، لما ظهرت بعد كده الكائنات الراقية بقى هنا ظهر الحيلة والذكاء وبدايات العقل، ده كان أعظم سلاح للتكيف ظهر، شوف القرد بيعمل ازاي، شوف بيبص ازاي، في بداية تفكير. وبعد كده الإنسان اخترع الأدوات، وعن طريق الأدوات هد وبنى وأعاد تشكيل البيئة وغير سطح الأرض، وطلع ينطح السحاب، قصة عجيبة فعلا، قصة عجيبة. لكن ساعات أنا أقعد أفكر في التاريخ، تاريخ الإنسان، بقول إن تاريخ الإنسان برضه كان فيه عماليق جبابرة ضناصير، برضه هتلر والنازية ديناصور، موسوليني والفاشية ديناصور، جنكيز خان والتتار ديناصور، الهكسوس والوندال ديناصور، كل دي ديناصورات هائلة، عماليق ظهروا وفنوا، وما زالت المجتمعات البشرية تلد ديناصورات جديدة. يا ترى يعني ايه الحكمة اللي ممكن نطلع بيها من
هذا العرض اللي شفناه في الفيلم. احنا شفنا كائنات ضخمة زي الدبابات ومصفحات زي كل واحد منهم قد 5 أدوار. ازاي هذا الكائن 17 متر طول 90 طن وزن يفنى وينخرط ويعيش البرغوث؟ واحنا بنعرض الفيلم وقفنا عند ملحوظة ملفتة للنظر، ان هذا الكائن اللي هو 17 متر طول و90 طن وزن مخه قد علبة الكبريت بندقة. ده برضه يدل على شيء، ان عشان تدبر كل هذا الحجم والوزن، واخد بالك، مش ممكن هيتدبر بمخ البندقة اللي هو علبة الكبريت ده. ففي الواقع ده احد الاسباب ان هذه الكائنات لما جه وقت الجد ما عندهاش حيلة، ما عندهاش مخ. يقول لك فلان ما عندوش مخ، ده احد الاسباب، الحيلة والعقل. ما شفنا بعدين في سلسلة الحيوانات اللي شفناها لما وصلنا للقرد والانسان المخترع المهول ده، لما اخترع الادوات وساد البحر والبر والجو وغزا الفضاء وحط رجله على القمر، ازاي؟ بالعقل. اكبر مخ بالنسبة لجميع الحيوانات وزنا بالنسبة لوزنه هو الانسان. ففي الواقع ده احد التفسيرات. طبعا معناها ايه؟ معناها ان القوة المادية وحدها لا تكفي، لازم القوة يبقى معاها حيلة وعقل وحكمة، انما القوة لوحدها بس ما تكفيش. دي اول حاجة بنقف عندها ونستفيد منها. الحكمة التانية هي خطورة البيئة. لا تجعل من البيئة عدوك. البيئة لو تحالفت عليك وكانت اقوى منك هتقضي عليك. الحيوانات اللي شفناها اللي قدرت تعدي واللي اتفرجنا عليها بدءا بالضفدعة وبدءا باليرقات الصغيرة اللي في الصحراء وطلعت في الرمل وحطيناها في شوية مية، ولما شفنا السناجيب وشفنا دببة القطب الشمالي والجنوبي وشفنا كائنات البحار الباردة والحاجات دي، في الواقع دول عملوا ايه؟ يعني ايه كلمة تكيف؟ تكيف يعني مصالحة مع البيئة. ما الواحد لما بيبتدي يصطدم بالبيئة يبقى واحد من اتنين، يا يخش في حرب معاها يا يخش في مصالحة معاها. المصالحة بيسموها التكيف. انا لما بصطدم بالبرد في القطبين مثلا كل شيء تحول لجليد. حاجة من اتنين، يا اما اعلن الحرب واقعد واصرخ واسب والعن، مش هتنفع، ما ينفعش، او اتكيف من الاول اعمل مصالحة مع البيئة باني اروح لابس بلطو خلاص تمام، زي ما شفنا الوعول اللي لابسة الفراء والدببة اللي لابسة الفراء والكائنات اللي في البحار الباردة اللي لابسة بلطو دهني وبقى جسمها انسيابي. كل دي انواع من مصالحة البيئة. ده المصالحة وصلت لدرجة ان الضفدعة اللي مش عارف قد كده قررت انها تضرب عن الحياة، وبدل ما تتنفس مثلا كذا تنفس في الدقيقة، لا كل مش عارف سنة تاخد نفس بس، اضراب في كل حاجة والصيام في كل حاجة، وتروح تدفن اختياري وتستنى اما يجي الفرج بعد سنة بعد اتنين نبقى نطلع نستحمى. ده مصالحة مع البيئة. انواع الطيور، وشفنا الجماجم الغريبة ازاي كل جمجمة معدة بالضبط لوظيفتها. الجمجمة اللي بتاكل حشيش اسنانها ازاي، اللي بتاكل الحيوانات القارضة اسنانها ازاي، الحيوانات المفترسة اسنانها ازاي. كل كائن مسلح ومتكيف مع بيئته ومتصالح معاها، دي اسمها المصالحة. الاسلوب التاني بقى ان الواحد يعلن الحرب على البيئة. ده يعني الحرب بقى لو قدر، وهي دي مشكلة الانسان دلوقتي، انه فعلا اعلن الحرب على البيئة وابتدى يغير البيئة، وبعدين ابتدى يقلب البيئة من صديق الى عدو. لما في حربه مع الحشرات واستعماله للسموم الحشرية والمبيدات، ابتدى يموت الحشرة الصديقة والحشرة العدو، فابتدى يضطرب ميزان الطبيعة وتتحول الطبيعة نفسها تبقى ضد الانسان، لان المبيدات الحشريه دخلت في النباتات والفواكه والخضروات واللحوم، ودخلت بقى تلف في دوره ويرجع الواحد ياكلها من الطبق
اللي بيفطر منه الصبح او اللي بيتغدى منه او الفاكهه الحلوه اللي بياكلها دايما فيها مبيدات حشريه، لدرجه انه من الاحصاء الاخير وجدوا ان الدي دي تي وصل الى لبن المرضع، في لبن المرضعه وجدوا في دي دي تي. دوره السموم لفت لغايه ما رجعت الانسان يتجرحها زي ما سقاها للحشرات، ابتدى هو يشرب من نفس الكاس، قلب البيئه الى من صديق الى عدو. ودي خطيره جدا، دي نتيجه الحرب البلهاء، ان هو متعافي وقال لك لا حشرات ايه، والله ده لما دول في جزميتي، ايه الحشرات دي، هات يا جدع الدي دي تي والمش عارف والسموم، وشغل ورش وطيارات وبتاع. لكن المدهش انه ما قدرش على الحشرات برضه، ما هي بالرغم من كده وانه بيتسمم حاليا عن طريق المبيدات الحشريه اللي بياكلها في الفواكه والخضروات، ما قدرش برضه. ما دي هنفرد لها حلقه بقى خاصه في حرب الانسان مع الحشره، لان ده شيء مثير صحيح. هو قلب البيئه جعلها عدو له، وفي نفس الوقت ما قدرش على الحشرات. الحشرات ابتدت تتربي في جسمها مقاومه، تبص تلاقي الصرصار دلوقتي بقى ياكل الدي دي تي كده ويمخمخ كده ويقف جنب الباب كده وحاجه، يعني اخر صور. كان زمان اول اختراع الدي دي تي ده، اول ما الواحد يحطه على طول يصبح يلاقي الصراصير كله ما فيش، كله على طول يعني وباء وكله يتوفى. بعدين اتربت في اجسامها مقاومه، ما تفهمش ازاي، فبقت سطر خلاص، بقى مزاه يجي بقى الصرصار كده مزمز كده حاجه يعني ولا يهمه. فابتدوا ينقلوا من الدي دي تي لسموم اخرى، وبعدين ينقلوا ابتدوا يصنفوا بقى، وبعدين دخلوا في معركه مش بتنتهيش، كل ما بيعلوا سم الحشره تتعود عليه يركبوا سم تاني، وبعدين في خطوره ان ممكن في لحظه كل الحشرات الموجوده تتعود على كل السموم المحتمله ونفاجئ بهجمه ما نقدرش عليه. نص لاقي فجاه نصحى الصبح نلاقي المحاصيل انتهت خالص. فدي نموذج من نماذج الحرب البلهاء. احنا قلنا مشكلة الكائن الحي ان هو بين اختيارين، يا يتصالح مع البيئة يا يعلن الحرب عليها. يعلن الحرب عليها ما فيش مانع، بس يبقى قدها، يعني يبقى قد انه يعلن الحرب. اصل احنا في العادة بنستهين لك حشرة، ده راجل يا شيخ ده حشرة، بس ده انتوا هتشوفوا في هذه المجموعة من الحلقات ان الحشرات ده شيء خطير جدا، دي مخلوقات عجب يعني. فالاحتقار ده وبتاع الواحد يشوح بيه يا شيخ ده حشرة وبتاع، لا ده لما نيجي للجد وللعلم تبص تلاقي هذه الحشرة عالم كون، شيء رهيب، وانت تستخدم جميع اسلحتك وما تقدرش عليه خالص. وبعدين المشكلة ان في وسط الحشرات ليك اصدقاء واعداء، طب تموتهم كلهم ليه؟ احنا لنا صديق النحلة مثلا عمالة تعمل لنا عسل، وفي اصدقاء بيتطوعهم وياكلوا الحشرات الضارة، تبص تلاقي مثلا دوت القطن لا عدو ياكلها. طب ما احنا اذا كان لابد من الحرب تقوم تعمل الحرب على الكل ليه؟ ما انت بتقلب الموازين برضه. فدي كلها تقع تحت عنوان ايه؟ حذاري ان تجعل من البيئه عدوك. وبعدين المشكله الثانيه اللي عملها الانسان انه لوث البيئه عن طريق المصانع والمداخن وبتاع، فبرضه جعل البيئه بدل ما هي بيئه صحيه بجعلها بيئه سامه. في الواقع حاجة تانية كمان، استخدام الإنسان للذكاء، يعني ممكن ذكائك يبقى عدوك. لما يبقى ذكاء أناني متكبر متعجرف ممكن يبقى عدوك. غياب القيم، غياب النظام، غياب العقيدة، كل دي أعداء، كل دي مبيدات حشرية ممكن تقضي على الإنسان ما تخليش له أثر، وزي ما قالوا يبقى مجرد صفحة أخرى في عالم الحشرات العظيم. ونرجو أن لا تحدث هذه النبوءة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.